يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مسلم ويقول أنا أحب المؤمنين وأحب كذلك اليهود والنصارى، فهل يصح إسلامه إذا قال ذلك؟ لا، ما يصح إسلامه، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تولهم بالمحبة، بالمناصرة، بالتأييد، فهو منهم، حكمه حكمه. لماذا؟ لأنه إذا أحبهم فقد أقر دينهم، ما أحبهم إلا وهو يقر دينهم، ولو كان يبغض دينهم لأبغضهم، هذا كفر بالله عز وجل. نعم.